في عيدهم. التضحيات طبعا اللي بيقوموا بيها كلهم، ولو في تقصير اكيد بنقول عليه، ولكن هم رجال شرفاء الحقيقه، دايما بيضحوا في سبيل الوطن، وطبعا بروحهم وبحياتهم في سبيل الوطن. اخبار كتيره زي ما قال شهاب، وهنستعرض اكيد زياره الرئيس السيسي للامارات الشقيقه اللي استغرقت 48 ساعه، هنتكلم عنها وعن نتائجها، لكن خلينا نروح لموجز الاخبار مع محمد عبد الله. صباح الخير محمد. شكرا حنان وشهاب، واهلا بكم مشاهدينا الكرام الى موجز الاهم الانباء. يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مراسم الاحتفال بعيد الشرطه والتي ستقام بمقر اكاديميه الشرطه بالقاهره الجديده. ومن المقرر ان يترأس السيسي اجتماع المجلس الاعلى للشرطه، ثم يتوجه بعد ذلك لوضع اكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطه، قبل ان يتوجه لقاعه مؤتمرات الاكاديميه لحضور الاحتفاليه. كما يقوم رئيس الجمهورية بتكريم 41 أسرة من أسر شهداء الشرطة. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عاد إلى القاهرة مساء أمس الاثنين قادما من الرياض، حيث اطمأن على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، متمنيا له دوام الصحة والعافية. زيارة السيسي إلى المملكة جاءت بعد اختتام جولته بدولة الإمارات العربية المتحدة ومشاركته بالقمة العالمية لطاقة المستقبل. يعلن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اليوم تفاصيل المشروع القومي لتشغيل الشباب، والذي يهدف إلى توفير 500 فرصة عمل سنويا والقضاء على البطالة خلال 10 سنوات، وذلك من خلال إطلاق شركة أيدينا لتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة. من ناحية أخرى، أكد محلب خلال اجتماع لجنة الوزارية الاقتصادية ضرورة الاستغلال الأمثل للآثار المصرية، خاصة وأن ذلك من شأنه تحقيق عوائد تفوق قناة السويس. قالت وزيرة الإعلام اليمنية نادية السقاف إن ميليشيات الحوثيين تحاصر مقر رئيس الوزراء اليمني خالد بحاحة في العاصمة صنعاء، وأضافت أن الحوثيين يتمركزون على المرتفعات والمباني المجاورة، ما قد ينذر بمستجدات خطيرة قادمة. وأعلنت وزيرة الإعلام أن ضحايا اشتباكات العاصمة أمس الاثنين بلغ نحو 9 قتلى، منهم 4 مواطنين و3 من الحوثيين و2 من الحرس الرئاسي، بالإضافة إلى 31 جريحا. أعلنت وزيرة الخارجية الأوروبية فيدريكا موجريني اليوم أن الاتحاد الأوروبي يقوم بإعداد إجراءات لمكافحة الإرهاب إثر اعتداءات باريس. وقالت المسؤولة الأوروبية أن الاتحاد يقوم بإعداد مشاريع من المقرر إطلاقها خلال الأسابيع المقبلة مع دول محددة في مجال مكافحة الإرهاب. وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ خطوتين فوريتين، هما تعيين ملحقين أمنيين في كافة بعثات الاتحاد في الدول المعنية، وتحسين التواصل مع السكان الناطقين باللغة العربية داخل الاتحاد الأوروبي ومع العربي في العالم. نهاية الموجز، أعود مرة أخرى إلى شهاب وحنان، وهذا صباح. شكرا محمد عبد الله، وسنعود مرة أخرى لاستعراض أهم الأخبار اللي معانا مشاهدينا الكرام. ومعانا دلوقتي خبر عن وزارة التموين، حيث أكد وزير التموين الدكتور خالد حنفي أن من أهم أولويات وزارة التموين الاهتمام بالمواطن البسيط والتيسير على المواطنين وتقديم خدمات جيدة لهم وتوفير كافة السلع بكميات كبيرة وبجودة عالية وبأسعار مخفضة، موضحا أنه تم السماح بفتح مخابز ومنافذ تموينية جديدة في المناطق التي لا توجد بها هذه الخدمات وذات الكثافة السكانية العالية، وخاصة في المراكز والقرى، وأيضا انضمام المخابز السياحية لمنظومة الخبز الجديدة لتوفير الخبز والسلع التموينية لكافة المواطنين، والسماح لجمعيات الاتحاد التعاوني والجمعيات الفئوية بصرف السلع التموينية. الحقيقة شهاب، يعني وزارة التموين مجهوداتها واضحة جدا لكل الناس. يمكن الناس حاسة بحاجات بيحاول يعملها وزير التموين الدكتور خالد حنفي، ومنها انه يوصل الدعم لمستحقيه، انه منظومه الخبز وبطاقات التموين، ومن هنا بيتم الاتفاق بين وزاره التموين وبين وزاره الاوقاف لعمل توعيه للمواطنين عشان ما حدش يستغنى عن البطاقه التموينيه ليه،
أو يتنازل عنها طوعية لأي حد. وطبعا وزير التموين بيقول كمان أن عدد المواطنين اللي تنازلوا طوعية عن بطاقاتهم التموينية لأنهم حسوا أن هم ما بيستحقوهاش، وده علشان يوصلوها طبعا لمستحقيها. في ناس طبعا كان من زمان عندها بطاقات تموينية كتيرة جدا، لكن الحقيقة هم دلوقتي مش محتاجينها. في ناس أكتر، عدد أكبر من الأسر في أماكن تانية محتاجينها بشكل أكبر، علشان كده طبعا لما يتنازلوا عنها بشكل طوعية ده إحساس جميل جدا. وبلغ عددهم تقريبا 200 ألف مواطن دول تنازلوا عن بطاقاتهم بشكل طبعا تطوعي، وده نتيجة الحملة اللي أطلقتها وزارة التموين لحث القادرين ماليا على التنازل على بطاقاتهم التموينية. موضوع آخر مشاهدينا الكرام، حيث أكد حسام مغازي وزير الموارد المائية والري أن الانتفاضة الحكومية والشعبية التي بدأت بدعم 50 مليون مصري لإنقاذ النيل مستمرة حتى القضاء على كافة أشكال التلوث والتعدي على النيل. وزير الموارد المائية الحقيقة بيقول أن حملة الإزالات مش هتستثني أي حد أو أي جهة، مهما كانت طبعا إذا كانت جهة حكومية أو كبار المستثمرين اللي أحيانا أو كبار المصانع اللي بيحاولوا يرموا أحيانا مخلفاتهم في النيل. وقال أنه تم إزالة 15 ألف حالة تعدي بمختلف المحافظات خلال السنة اللي فاتت. والحقيقة في أخبار أيضا إيجابية أنه هيتم يعني تركيب كاميرات علشان رصد المخالفات على النيل. بس في حاجة برضو، يعني احنا مش محتاجين رقيب، انه النيل ده شريان حياتنا، ده سر حياتنا، احنا مش محتاجين رقيب. المفروض يكون نابع من احساس داخلي من ومش المواطن شعارات نفسه. يعني عارف ده مش شعار، ده سر حياتنا. يعني احنا لو النيل مش موجود مصر مش هتبقى موجودة، لا ارض زراعية ولا احنا ولا امن مائي ولا هنتكلم في اي حاجة. فيعني شوية احساس بانه ده سر حياتنا كلنا، يعني لا محتاجين كاميرا ولا محتاجين حد يحرسنا او عسكري علشان ما نرميش مخلفات او حاجات في النيل. خلينا نشوف التقرير ونتابع تفاصيل اكتر. في ظل هجمة شرسة يتعرض لها نهر النيل شريان الحياة لمصر، أعرض وزير الموارد المائية والري حسام مغازي خلال مؤتمر صحفي جهود الوزارة وخطتها لحماية نهر النيل خلال حملة شارك وانقذ النيل بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية والجهات المعنية، وكذلك وثيقة حماية النيل التي توعي المواطنين بالمشروع القومي الوحيد الذي لا خلاف عليها. رسالة إنقاذ نهر النيل. هذه الحملة أو الإنقاذ هي أنا وجدت تجاوب مش بس من المصريين، من بلاد عربية عاوزين يشاركوا، وبالتالي إن شاء الله إن إحنا بنقول سنسعى لإنشاء صندوق إنقاذ نهر النيل. أيضا من لديه رؤية أو مقترح أهلا به، من لديه تعدي شايفه ابدأ اضرب معانا على 15-1-16 24 ساعة، لابد كل مواطن له مشاركة. خلال المؤتمر أعلن عن تشكيل لجنة عليا لحماية نهر النيل تتكون من 34 وزارة مع وضع برنامج زمني لإزالة التعديات. تم حتى الآن إزالة 373 حالة تعدي من إجمالي 50 ألف حالة تستهدفها الحملة القومية لإنقاذ النيل التي أطلقها مجلس الوزراء. شرطة البيئة والمسطحات مصرين على إنفاذ القانون وفرض إرادة الدولة وحماية نهر النيل، أهم ثروة قومية للمصريين وهو شريان حياتهم. بننسق مع كافة الأجهزة بوزارة الري، بننظم حملات أمنية كبيرة جدا وبصفة يومية وبدعم وظهير شعبي جيد جدا، وبرضو مساندة من مجتمعات ومنظمات المجتمع المدني. كخطوة مستقبلية تم إيقاف منح تراخيص جديدة لعدد من المشروعات القومية لحين التأكد من التزام الجميع بحرم النيل بطول 30 متر من خط المياه، كما يتم حاليا وضع خريطة متكاملة لنوعية المياه على مستوى المجرى الرئيسي لتحديد درجة التلوث. شذا مجدي، النيل. أعلن دكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن نظام جديد لرصد ومراقبة أساطيل الصيد المصرية بكفاءة عالية تنهي جميع المشكلات الناجمة عن ممارسات الصيد المخالف واختراق المياه الإقليمية للدول المجاورة، والتي كثيرا ما تتسبب في مشاكل أو إحراج للدبلوماسية المصرية للإفراج عن الصيادين المصريين. حقيقة تنظيم
التخطيط لكل شيء هو بيكون أساس نجاح أي عملية. من هنا بيحاول وزير الزراعة أنه توجيهاته الجديدة للهيئة العامة للثروة السمكية عشان يضبط المصايد المصرية زي ما قلت يا شهاب وإدارتها عشان تعتمد على توزيع أسطول الصيد المصري على مناطق الصيد المختلفة بالبحرين المتوسط والأحمر بشكل بيتناسب مع المخزونات السمكية بالمناطق دي وكمان القدرة الاستيعابية ليها والمراكب الصيد اللي ممكن تشتغل بيها. وقال كمان وزير الزراعة أن الهيئة قامت بالفعل واتخذت بعض الإجراءات اللازمة لاستغلال مناطق الصيد التي لم تكن مستغلة سابقا بالمناطق الاقتصادية الخاصة والمياه العميقة. وده مهم جدا لأن أحيانا أساطيل الصيد بيبقوا متركزين في مناطق معينة بيكونوا خلاص اتعودوا عليها وهي دي وبيهملوا أكيد مناطق تانية. نعم. موضوع آخر مشاهدينا الكرام، حيث تفقد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة والفنان محمد صبحي رئيس مؤسسة معا لتطوير العشوائيات أمس، تفقدوا المرحلة الأولى من مشروع تطوير العشوائيات المقام بمدينة السلام. أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور الطيب في كلمة له دعم الأزهر لكافة الجهود التنموية للقضاء على العشوائيات، وأكد دور المجتمع المدني في التصدي لتلك المشكلة وأهمية التنسيق بين كل مؤسسات الحكومة والمؤسسات الأهلية في هذا الصدد، مبينا أن تفقده للمشروع في إطار دعم الأزهر لقضايا المجتمع. طبعا مشاهدينا الكرام بنعرف أو بنسمع عن مطالبات للمطالبة من المجتمع المدني بضرورة المشاركة المجتمعية في المشاكل التي تواجه المجتمع. عندك حق شهاب، وطبعا منها مشكلة العشوائيات ومشكلة طبعا المهمشين اللي موجودين في العشوائيات دي. ومن هنا بيقول فضيلة الإمام الأكبر أنه أمر بتخصيص 3 مليون جنيه من التبرعات، وده بعيدا عن أموال الزكاة وعن الموازنة، عشان يدعموا صندوق تحيا مصر في إطار توجه الصندوق عشان عمل مشاريع يعني متعددة لتطوير العشوائيات، وخصوصا ان احنا طبعا عندنا دلوقتي وزارة خاصة، وزارة التطوير الحضاري والعشوائيات، فده مهم، ولكن مهم معها ايضا المؤسسات ومجتمعات او جمعيات المجتمع المدني. معنا اتصال هاتفي من سيادة العميد ماجد موسى من الإدارة، العقيد ماجد موسى من الإدارة العامة للملوك. صباح الخير يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب وكل أفراد ورجال الشرطة الشرفاء المصريين بخير وبصحة وبسلام. سيادة العقيد صباح الخير. يبدو أننا فقدنا الاتصال، هنحاول نتصل مرة أخرى مع العقيد ماجد موسى مشرف غرفة عمليات مرور القاهرة للتعرف على الحالة المرورية في شوارع ومحاور القاهرة الكبرى. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر، حيث أعلنت مؤسسة مصر الخير عن التواصل مع كبرى الشركات وصناع السجاد في العالم لتسويق وترويج منتجات الغارمات والأسر الأولى بالرعاية المشاركين في مشروعات مصر الخير لإحياء المنتجات التراثية والحرفية من المنسوجات، خاصة السجاد اليدوي في معرض دوموتكس المنعقد حاليا في هانوفر بألمانيا، واللي بيعد أحد أكبر المعارض للسجاد في العالم. الحقيقة مصر الخير ليها مشروعات كثيرة جدا، ومنها إنقاذ الغارمين والغارمات، وبيساعدوهم طبعا إن هم من هنا مش بس يساعدوهم إن هم يفوقوا سجنهم، لكن أيضا إن هم يعملوا مشروعات مفيدة، وعلشان كده بيشتركوا طبعا في معرض زي ده. خلينا ننتقل لخبر آخر ونروح للرياضة والشباب والرياضة. ومن هنا أعلن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة أن ما يقرب من 15,000 شاب وفتاة من مختلف المحافظات هيشاركوا في الاحتفالات بذكرى ثورة 25 من يناير، وهتقام الأنشطة بالتوازي في الصالات المغطاة والملاعب المفتوحة باستاد القاهرة خلال الاحتفالات اللي هتقوم بها الوزارة بتنفيذها يوم الحد اللي جاي احتفالا بثورة يناير. وقال في تصريح لي أيضا مع عدد من وكلاء الوزارة والمساعدين
ومسؤولي هيئة استاد القاهرة الدولي ومدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة عشان يناقشوا الترتيبات الخاصة طبعا بالأنشطة والاحتفالات وترتيباتها. وقال كمان أن الاحتفال هيشهد تجميع كل من شارك في الأنشطة عشان يقدم أفضل العروض الثقافية والفنية والرياضية في حفل وطني واحد. وزير الشباب والرياضة أضاف أيضا أن الأنشطة المقرر إقامتها بتتمثل في تنفيذ يوم رياضي للمشاركين وبرامج ترفيهية وفقرات غنائية وفنية وثقافية للطلائع، علاوة على تنفيذ معسكر للجوالة والجوالات وعروض في الفنون الشعبية وختام لبطولة الجمهورية التنشيطية الثانية للكاراتي. من وزارة الشباب والرياضة لوزارة القوى العاملة، ووزيرة القوى العاملة دكتور ناهد عشري بتطالب المصريين العاملين بالخارج كلهم بأهمية ان هم يسجلوا بياناتهم. اكيد تسجيل البيانات ده او اللي بنسميه الداتا بيس دي او بنك المعلومات ده بيكون مهم جدا في جوانب كتيرة جدا، منها حقوقهم الانتخابية، حقوقهم المالية، ان البيانات دي كلها لازم بيكون في الزام انها تكون موجودة عندنا زي ما قلنا الجوانب. ده جه في كلمة طبعا جه في كلمة لوزيرة القوى العاملة والهجرة في افتتاح الصالون السادس الذي ينظمه قطاع الهجرة بالوزارة للتعرف على المشاكل الصحية للمصريين وأبناء الجاليات المصرية في السعودية وكندا واستراليا. نشوف التقرير ونرجع تاني مشاهدينا الكرام. مشكلة التعامل مع الكفيل السعودي من جانب الصيادلة المصريين في المملكة العربية السعودية فرضت نفسها على الصالون الدوري السادس والذي نظمته الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، حيث تم التواصل مع الجاليات المصرية من الصيادلة أستراليا وكندا والسعودية لعرض التحديات التي تواجههم من خلال الفيديو كونفرنس. مشاكل عامة الكفيل ومشاكل الكفيل والعقد الوهمي والعقد الحقيقي والأجر يتفق عليه في مصر ويروح يلاقيه مش حقيقي هناك في بعض الحالات، وفي مشاكل تخص الصيدلي بس لوحده زي الأدوية، زي التعامل مع الحكومة هناك، زي المتوسط الأجر أو الحد الأدنى للأجر بتاعه كصيدلي. الصيادلة المصريون بالخارج طالبوا بتفعيل التعامل مع عقد العمل عن طريق مراجعته مع وزارة القوى العاملة والهجرة للقضاء على ظاهرة عقود العمل الوهمية ووضع حد أدنى للراتب الأساسي لا يقل عن 6000 ريال سعودي. هيتم آليات وضوابط أن العقد مرتبات الصيدلي لا تقل عن حد معين يسمح لي بمعيشة كريمة. طلبنا من الصيادلة في الخارج يمدونا ببعض البنات عن مستويات المعيشة، هنحاول نساعدهم في حتة التأمين الصحي ليهم وأسرهم. يهمنا طبعا المشاكل دي تبدأ من وزارة القوى العاملة أنها تحل العقد كبداية، يجب أن يحرر العقد صحيحا بالنسبة للمصري الذي يعمل بالخارج، فيحرر ما بين القوى العاملة وما بين مكتب القوى العاملة والنقابة كطرف ثالث حتى تأخذ خبر بالمشاكل التي تحدث. كما قدم الصيادلة عدة مقترحات وحلول خاصة لمشكلاتهم وللمعوقات التي تواجه المريض والطبيب معا في ملف الأدوية داخل مصر وخارجها. ولاء الحديدي، النيل. وزير التعليم العالي الدكتور السيد عبد الخالق ووزير التربية والتعليم دكتور محمود أبو النصر بيشاركوا في مؤتمر التجمع العالمي للتعليم، وده بيستمر 4 أيام في العاصمة البريطانية لندن تحت رعاية ملكة بريطانيا. المؤتمر بيناقش آفاق التعليم والتطورات في القرن 21، وبيشارك فيه 50 وزير تعليم من مختلف دول العالم. الحقيقة مهم جدا مش بس مشاركتنا لكن تبادل الرؤى والآراء مع وزراء التعليم المختلفة، ونحن نطلع على أساليب التعليم التانية المختلفة في دول العالم علشان تطوير التعليم اللي احنا على طول الوقت بنتكلم عنه ونقل هذه الرؤية وتطبيقها على أرض الواقع في مدارسنا. وافق الدكتور محمود أبو النصر أيضا وزير التربية والتعليم على إقامة مسابقة صرح قناة السويس، ووجه الوزير المديريات التعليمية للتنبيه على الموجهين الأوائل وموجهي عموم التربية الفنية بنشر وتنفيذ المسابقة لعام 2015. عموما معنا اتصال من أستاذ وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد. وصباح الخير أستاذ وحيد سعود.
صباح النور يا فندم. بنرحب بحضرتك معانا، كل سنه وحضرتك طيب. السلامة يا فندم. احنا شايفين ان الجو الحمد لله تحسن كتير، فاخبرنا طقس النهارده الاول نتعرف عليه، وبعدين هل مناخيا احنا يعني في موجه الاعتدال هتستمر ولا يعني يا ترى درجات الحراره هتنخفض مره تانية؟ لا الحمد لله احنا في المزيد من الاعتدال والتحسن والدفء في الاحقان الجويه، ليس فقط اليوم ولكن على الاقل لمدة 4-5 أيام جايين إن شاء الله. إن شاء الله. درجات الحرارة مرتفعة، في هدوء في شهر الرياح، لكن تحذيرنا فقط من الشبورة المائية الكثيفة الصبح على معظم الطرق، خاصة الطرق المؤدية من وإلى الإسكندرية، منطقة برج العرب، مدن ومحافظات القناة. نعم أستاذ وحيد، بالنسبة لحالة الطقس ليلاً يعني في بعض الأيام بنشهد برورة أو بنلحظ برودة في الجو، هل برودة في الليلة هتكون مستمرة في الأيام المقبلة إن شاء الله؟ طبعاً حضرتك ما تنساش حضرتك أن أنت في فصل الشتاء، يعني شيء طبيعي يبقى الجو شديد البرودة أثناء الليل بالرغم من اعتداله ودفئه خلال ساعات النهار. نعم. لكن أثناء الليل الجو شديد البرودة على كافة أنحاء. نعم. طيب بالنسبة لحركة الصيد في البحر الأحمر والمتوسط، هل هي مواكبة لعمليات الصيد؟ الحمد لله في اعتدال كامل في سرعة الرياح واعتدال في ارتفاع الأمواج، بالتالي سواء البحر الأحمر أو البحر المتوسط مهيئان تماما لكافة الأنشطة البحرية. نعم الأستاذ وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، شكرا لك، كنت معنا عبر الهاتف. ومن الجو نتعرف على حالات المرور النهارده والتكدسات المروريه من سياده العقيد ماجد موسى من الاداره العامه للمرور. صباح الخير سياده العقيد. صباح النور يا فندم. بنرحب بحضرتك وكل سنه وحضرتك طيب، وكل فرد وظابط وكل يعني مجند وكل شخص في الشرطه المصريه طيب. اشكركم يا فندم. صباح الخير سياده العقيد، ونتمنى ان شاء الله احتفال بالشرطه المصريه يكون على مدار الايام وتستمر يعني عمليه التلاحم بين المواطن المصري وبين رجل الشرطه وتسودها علاقه من الاحترام المتبادل. سياده العقيد، ماذا عن حاله المرور في شوارع ومحاور القاهره الكبرى وابرز الاماكن اللي بتشهد كثافات مروريه؟ يمكن يا فندم النهارده كان في شبوره مائيه بس كانت خفيفه الحمد لله مش زي كل مره. الشبوره دي كانت في مناطق الريست وايضا في طريق السويس، الحمد لله انقشعت الشبوره دي حوالي الساعه 7:30 صباحا. عندنا دلوقتي الكثافات بالنسبه هل يا فندم هناك اي اخطارات بوقوع حوادث تاثرا بهذه الشبوره؟ لا الحمد لله، وكان مدى الرؤيه فيها عالي جدا الحمد لله، كان يتعدى ال 250 متر وانقشعت بدري حوالي الساعه 7:30، ما كانتش لسه الكثافات المروريه زادت عندنا في الذروه الصباحيه. نعم. ايضا محور 26 يعني شايف كثافات مروريه دلوقتي قدامي على الكاميرا اللي متجه الى ميدان لبنان حتى منطقه المشاتل. ايضا بالنسبه لكوبري 6 اكتوبر يمكن اعلى وزاره الماليه تجاه مدينه نصر هي اللي فيها كثافات تعدت دلوقتي 350 متر بسبب عنق الزجاجه في المكان ده. ايضا بالنسبه لشارع الثوره كان في حادث تصادم بين سيارتين ادت الى مصابين يمكن عند منطقه جاردينيا المتجه الى طريق السويس. الحمد لله تم رفع السيارات ونقل المصابين ان شاء الله بالشفاء العاجل، وبيتم تصفيه الكثافات اللي نتجت عن الحادث الان. بالنسبه لباقي الحمد لله صلاح سالم يمكن عند منطقه العروبه في مناطق عماره العبور امام منطقه الاجهزه يمكن كثافات بسبب الاتوبيسات اثناء انزال الساده الموظفين الى عملهم، هيتم تصفيه الكثافات عقب مرور الاتوبيسات الان. غير كده الحمد لله كافه الطرق بتسير بحاله مرضيه لينا بالنسبه لنا، ما فيش اي اعطال مروريه، ما فيش اي حوادث حتى لن اخترنا بيها. يمكن ايضا بالنسبه لشارع النصر المتجه لاول عباس العقاد بسبب عبور المشاه ايضا في المنطقه دي ومنطقه المصالح الحكوميه والبنوك، لكن بيتم تسقيطها الان من رجال الاداره العامه للمرور القاهره. غير ذلك الحمد لله حتى الان ما فيش غير قضيه تم ضبطها الحمد لله بفجر اليوم، كان بالنسبه لسياره كانت على حمله رادار امام منطقه الريس بتفتشها تفتيش وفاي لقينا فيها حوالي 250 فرش حشيش مع الاثنين متهمين، تم عرضهم على النيابه صباح اليوم ان شاء الله. وتحياتنا لسيادتكم يا فندم. ربنا يوفقكم يا فندم. بس سؤال سريع ودايما بنساله معلش، الدائري والانتشار عليه يا سياده العقيد ربنا يخليك، يعني محتاجين قوات اكتر على الدائري، وسياده يعني معالي الوزير كان تفقده الاسبوع اللي فات الحقيقه مع سياده اللواء مصطفى درويش، فيا ترى هل تم نشر قوات عليه او ولا ايه؟ تم نشر عمل خطه، عايز اقول سياده خطه امنيه وخطه مروريه، يعني خطتين متوازيين مع بعض بحيث الاقوال الامنيه دي فيها ضابط مباحث
وضابط مرور وضابط تامين للطرق الثلاثه على مدار 24 ساعه يا فندم. على مدار 24 ساعه في كافه المناطق اللي هي بتشهد بعض الكثافات المريه زي منطقه التفعيم، زي منطقه الاقطاميه، زي المناطق اللي عند الطريق الزراعي، زي منطقه مسترد والمرج. كل المناطق دي توزع فيها كلها اقوال امنيه تعتبر يعني بتثبت دلوقتي ان في ردع بالنسبه للاداره العامه للمرور المركزي بخصوص المخالفات اللي هي بتنجم عن سيارات النقل اللي بتسير على الطريق الدائري، وهنفضل ان شاء الله على هذا المنوال دائما ان شاء الله. تمام. ان شاء الله. بنشكر حضرتك جدا سياده العقيد ماجد موسى من الاداره العامه للمرور، وكل سنه وحضرتك وكلكم بخير وبصحه وبسلام. نروح لتقرير اخر، حيث في اطار التعاون المشترك بين مؤسسات الدوله المختلفه نظم اتحاد الاذاعه والتلفزيون بالتعاون مع المؤسسه المصريه لمكافحه مرض سرطان الثدي ندوة لمناقشة عدد من الموضوعات. بريست كانسر أو سرطان الثدي طبعا لازم يكون في توعية كبيرة به منه، أعراض المرض وكافية الوقاية منه وما إلى ذلك، وهو ده اللي تناولته الندوة. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر من التقرير اللي جاي. تحت عنوان سرطان الثدي مرض له علاج، نظم اتحاد الإذاعة والتلفزيون ندوة بالتعاون مع المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي. تتناول هذه الندوة مناقشة عدد من المحاور. بنحاول نصحح بعض المفاهيم الخاطئة المنتشرة عندنا. الزوج ممكن يعتقد أنه ممكن يتعدي من زوجته، السيدة ممكن تعتقد أن العينة بالإبرة دي خطر وبتنشر الورم، الست بعد ما بتاخد جلسة الإشعاع بتبعد عن الولاد بتظن أنها مشعة. السيدة الأكثر عرضة للإصابة بأورام الثدي، بنقول أكثرهم اللي هم عندهم باست فاميلي هيستوري، يعني عندهم تاريخ وراثي في العيله، الام العمه الخاله اصيبت قبل كده، فدولت بيبقوا اكثر عرضه. ايمانا بدور الاعلام في عمليه التوعيه المجتمعيه بعدد من القضايا الصحيه، كان تنظيم هذه الندوه للتعريف بمرض سرطان الثدي وكيفيه الوقايه منه. التثقيف للعاملين معانا أو على المستوى الجمهورية بقى لو كانت حاجة تنزع في الإعلام والكلام ده، بمخاطر المرض وكيفية الوقاية منه اللي هي تبقى أهم. كما تسلط الندوة الضوء على ضرورة مساعدة السيدات في عملية الاكتشاف المبكر لمرض سرطان الثدي. الاكتشاف المبكر هو جزء أساسي في العلاج، والاكتشاف المبكر بيرفع نسب الشفاء لنسب عالية جدا، لأن مرض سرطان الثدي مرض يمكن الوقاية منه، يمكن منعه، أي نعم يمكن منعه، يمكن العلاج به، أي نعم يمكن العلاج به، لكن الاكتشاف المبكر هو العلاج الأساسي في بداية المرض. إشكاليات عدة متعلقة بمرض سرطان الثدي في مصر، كالمفاهيم الخاطئة الشائعة قبل وبعد الإصابة به، وضرورة التغذية الصحية والآمنة وتوفير أفضل فرص للعلاج. تعد التوعية بسرطان الثدي وتثقيف السيدات بضرورة الفحص الذاتي والمتابعة المنتظمة بمراكز وخدمات الدولة من أهم وسائل الاكتشاف المبكر لهذا المرض، وكذلك الوقاية من مضاعفات الاكتشاف المتأخر له. نشوى صالح، النيل. قال الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس شعبة إعادة تدوير المخلفات باتحاد الصناعات، إن الشعبة ستنظم معرض كايرو كلين إكسبو، المعرض الدولي لتكنولوجيا التنظيف ووسائل النقل ومعدات تدوير المخلفات، خلال الفترة من 26 لحد 28 فبراير المقبل بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات. واحنا بنتكلم عن عيد الشرطة ومؤسسات الدولة، مؤسسات الدولة الأعمدة الرئيسية ليها، بنتكلم عن الجيش، بنتكلم عن الشرطة، بنتكلم عن القضاء، عن الإعلام، من هنا بيجي اهتمامنا بالشرطة. حسينا كلنا بأهمية الشرطة، أهمية فرض وسيطرة الأمن والأمان بعد ثورة يناير، السيمفونية الجميلة التلاحم بين الشعب والشرطة بتتعزف طول الوقت، وبنحسها الحقيقة من الاحترام المتبادل بين الشرطة والشعب، وبنلاقي كل يوم حياة بيقدموا تضحيات كبيرة جدا، بتساقط منهم كل يوم أبطال وأبطال شهداء اللي أسمائهم كتيرة، منهم طبعا المرحوم ضياء فتوح اللي انفجرت فيه طبعا العبوة الناسفة من أيام قليلة، ومنهم أبطال كتيرة محمد أبو شقرة ونبيل فراج.
الحقيقة على مدار 2014 يعني أكثر من 130 شهيد من رجال الشرطة قدمتهم الشرطة إلى مصر للحفاظ على الأمن والأمان. ظهرت ملامح التواصل والترابط بين الشعب المصري أو بين المواطنين المصريين وبين رجال الشرطة منذ ثورة 30 من يونيو من عام 2013، واللي استمرت هذه العلاقة وعلاقة الاحترام المتبادل بين رجل الشرطة وبين المواطن المصري. في دلوقتي نسمع بعض آراء المواطنين حول ماذا يريدون من رجال الشرطة في عيدهم، حيث تحتفل مصر وجموع الشعب المصري يوم 25 يناير بعيد الشرطة المصرية. كل سنة وكل رجل شرطة بخير وكل مواطن مصري بخير أيضا. المفروض تبقى معاملة رجال الشرطة كما يقتضي القانون وزي ما بينص على الدستور، والمفروض رجال الشرطة يراعوا الكلام دوت على أساس ما تطلعلناش المنظمات المسماة بحقوق الإنسان اللي هي تقريبا كده في مصر منتشرة وموجودة في مصر ما بتخدمش، وده رأيي الخاص، ما بتخدمش حقوق الإنسان بأي حاجة. الشرطة عليها ضغط كبير من دول، وكان الله في عونهم، ويجب يعني كثير من رجال الشرطة يعاملون الناس معاملة جيدة، ويجب ألا نأخذ جزء بسيط، يجب أن تكون المعاملة في كثير من الأحيان معاملة حضارية إنسانية راقية. ورجل الشرطة بيتعب في الشارع، لازم نكون كلنا جنبه، وإحنا يعني لازم نساعده ونساهم في بناء البلد. والله يديني حق وادي له حق، بمعنى هو الحاجات اللي هو عايزها كلها ياخدها مني، أي إجراءات بنسهلها ياخدها مني، لكن ما يجيش على الغلبان ويعامل الناس كلها واحد، مفيش فرق بين راجل منصب ويخلص كل الناس، ممنوع الرشوة في أي مجال من المجالات. لو احنا مشينا على هذا المنهج هننهض وهنعلى أعلى مستوى. بنطلب من راجل الشرطة أن يكون يعني هادي الطبع، عنده سعة صدر للناس، يوجههم التوجيه السليم، وبنطلب من راجل الشرطة أن يكون حياديا وأن يكون تزم تجاه الأفراد الشعب وتجاه أفراد المجتمع ويعامل الناس سواسية. نروح دلوقتي مشاهدينا لجولة مع أخبار الرياضة ونشوف أخبار الدوري الممتاز إيه وأخبار ماتش بتروجيت مع حنان عاطف. صباح الخير حنان. صباح الخير شهاب.